السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل الناس المشتركه معانا ومنورانا على قناتنا على اليوتيوب تدريب كلاب ومضيق زي منور، تدريب كلاب البحيره كابتن ابو نور. شكرا لكل الناس اللي قالت نوعدك يا كابتن ان احنا اليومين دول نهتم بامتحاناتنا. شكرا لكل الناس اللي ابتدت ان النهارده تشوف مستقبلها الاول قبل اليوتيوب وقبل النت وقبل الفيديوهات وقبل ابو نور نفسه وقبل الحاجات دي كلها. طبعا معنى ان انت يتابعك على قناتك كذا شاب في مدرسه او في كليه او في دراسه او في ثانويه عامه او كلام من ده، مش عايزين أنانية، يعني أنا عايز أي حد يكون متابعنا يهتم الأول قبل ما يتابعنا بمذاكرته، يهتم بدراسته، يهتم بأي حاجة تكون توصله المستقبل كويس. طبعا يا جماعة ناس كتير قالت نوعد واتفقنا على الوعد، وعشان كده احنا ابتدينا ان احنا نصور بالنهار علشان كمان ننزل حلقاتنا بدري، علشان مفيش حد طبعا يسهر اللي بالليل او يتفرج على حلقه. النهارده هنرد على الاسئله ونشوف المشاكل اللي بتقابلنا ايه، ويا رب المشاكل ديت لو قابلتكم تعرفوا حلها من اول مره ونعرف نحلها ازاي. في سؤال يا جماعة من سيسكو بيقول: تحياتي من الجزائر يا اجدع كابتن، عندي كلبة جيرمان حامل 36 يوم وديت لها 2 برشام للديدان، هل الموضوع ده فيه خطر على الام او الجراوي؟ و ود في حاجة ممكن اعملها قد كان في خطر، يعني في خطر على الام والجراوي لو الموضوع ده موضوع الديدان يا جماعة، لما تكون عندك كلبة حامل و36 يوم بالذات طبعا ده خطر وممكن يسبب مشكله للحمل وممكن يسبب مشكله في معده الام. يا جماعه اللي عنده كلب حامل وهو حاسس ان عندها ديدان يستحمل لحد ما تخلص خلفه، ما تحاولش ان انت تديها حاجه في فتره الحمل دي. احنا ممكن يكون الموضوع مش خطر وما ياثرش على حاجه، بس احنا بنتقي او بنبعد عن اي شبهه ممكن تسبب مشكله للكلبه بتاعتنا. طبعا الكلبه معنى ان هي تكون حامل، ومعنى ان هي مثلا ندي لها برشام للديدان، ولو لا قدر الله اساسا ما اديناش برشام للديدان وحصل للكلبه حاجه، تمام، انا اول حاجه هنشك فيها بسبب البرشام اللي انا اديته، يعني كده ذنبها في رقبتي، يعني انا السبب في اللي حصل ده. فطبعا يا جماعه طالما انت شايف ان في حاجه ممكن تشك فيها، لا يبقى ناقصها في التعامل مع كلابك. امنيه عادل بتقول: انا بخاف من كل الحيوانات والطيور والحشرات والاسماك، مفيش حاجه مش بخاف منها، اعمل ايه؟ بس انا بحب الكلاب والقطط ونفسي اربي بس بخاف، ممكن حل؟ حضرتك يا استاذه امنيه تشرفينا هنا، وباذن الله في خلال 5 دقائق بالظبط هنمنع موضوع الخوف ده من عند حضرتك، وهتبتدي ان انت تحبي الكلاب بدرجه انت ما تتخيلهاش، تمام. وطبعا دي بتبقى عباره عن رهبه يا جماعه في البني ادم، لازم حد يساعده ولازم حد يقف معاه لحد الرهبه دي ما تختفي خالص، ويبدا يثق في الكلاب، لان فعلا الثقه في الكلاب اكتر بكتير من الثقه في البشر. سؤال تاني: من حماد علي بيقول: يا ريت تقول لي خطوات لو انا عندي انتاية وحاضط بالتفصيل، كانك انت رايح محافظه تانية وتجوز الكلبه، ونصايح مثلا ادفع الفلوس في الاول ولا الاخر؟ ولا يعني الاستاذ حماد بيسال على موضوع الجوازات لو هو عنده انتاية حاضط يا جماعه وحابب ان هو يروح مثلا يجوزها عند حد، ويا ترى هيتفق معاه على ايه؟ طبعا يا جماعه مربين الكلاب وبالذات الناس اللي عندها ذكوره، في ناس منهم بتتفق بمبالغ فلوس وفي ناس بتتفق بجراوي. جراوي طبعا لو انت اتفقت على جراوي، كل اللي ماشي دلوقتي بيقول لك ليه ذكر وانتهي في الخلفه بتاعتك، تمام؟ يعني انا بنجوز لك الكلب وليه ذكر وانتهي، بس طبعا بتكون النتايج بتاعتك مستواها كويس، طبعا بيكون لازم يكون في ثقه بينك وبينه، تمام؟ ادي حاجه. الحاجة التانية لو اتفقت على فلوس، طبعا بتبص موضوع الفلوس بتلاقي مسحين موضوع الفلوس يا جماعة، بنبص طبعا ممكن انت تقعد تتفق معاه بألف بألفين حسب مستوى الذكر اللي انت بتجوزه، لان اللي بيحدد المستوى او بيحدد الدفع ده شكل الذكر او المستوى بتاعه. طبعا دي حاجة مهمة جدا يا جماعة ولازم تبقوا عارفينها، في ناس بتتفق على مبالغ مالية وفي ناس بتتفق على جراوي، لو اتفقت على جراوي بيبقى بالاغلبية في ناس تقول لك ذكر وانتهى، تمام. طبعا لو اتفقت على فلوس، طبعا اللي بيحدد الفلوس وهل هتدفع قد ايه، طبعا ده بيبقى مستوى الذكر. طبعا عشان تتجوز اول حاجه بتعملها بتدفع نص المبلغ ونص المبلغ الثاني لما تخلص جوازاتك، والنتايه بتكون موجوده عند صاحب الذكر، دي حاجه معروفه يا جماعه كلنا عارفينها.
لو انت هتجوز اول جوازه وتاخد نتايتك معاك يبقى بتدفع فلوسك كلها لصاحب الذكر، وملزوم ان انت تروح له تاني مره يجوز لك الجوازه الثانيه. وطبعا هي الموضوع بيبقى كله عباره عن جوازتين او نقطتين، طبعا ده بيبقى كل المربيين عارفين الموضوع ده. السؤال اللي بعد كده من عبد الله بيقول: بعد اذنك يا ابو ياسين، انا عندي جار وانتهى جيرمان شهرين ومش راضيه تاكل وكسوله كده وما بتلعبش، ايه الحل؟ ممكن يا عبد الله تكون عندها مشكله ان هي يكون حالتها الصحيه تعبانه او في بارفو داخل عليها او برد او كلام من ده. يفضل يا عبد الله ان انت تروح بيها لدكتور كويس ويكشف لك عليها، وحاول ان انت تتصل بينا وباذن الله نحاول نساعدك بالحل عن طريق التليفون يكون افضل. طبعا كلب الجرو الصغير يا جماعه اول ما بيقعد كده وتلاقيه ما بيلعبش دي مشكله في حد ذاتها، وطبعا بتبدا ان انت تقلق، يا ترى بارفو، يا ترى برد، يا ترى ايه الموضوع وايه الفكره بالظبط. طبعا لازم في الوقت ده حد يكون فاهم يشوف لك الكلب ويطمن عليه. بكده يا جماعه نبقى هنا حلقتنا، وحاولنا ان احنا نرد على اكتر من سؤال. يا رب ردنا يعجبكم، ويا رب نكون حاولنا بالرد ده نفيد اي حد بيتابع معانا القناه عندنا على اليوتيوب تدريب كلاب ومضيق زمانون وتدريب كلاب البحيره. ما تنسوش تعملوا شير وتشتركوا معانا وتعملوا لايك للحلقه علشان نفضل متفاعلين يا جماعه. طبعا لازم تفعل الجرس عشان تتابع معانا كل حلقه احنا بننزلها. يا رب حلقتنا تعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.